لأهم الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تمديد وقف الأعمال القتالية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء حتى نهاية يوم الثامن من شهر تموز عام 2017. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان إنه بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية تم تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا والقنيطرة والسويداء حتى نهاية يوم الثامن من شهر تموز عام 2017. وأكدت القيادة العامة أنه سيتم الرد بالشكل المناسب في حال حدوث أي خرق. أعلن رئيس الوفد الروسي إلى أستانا 5 ألكسندر لافرنتيف أن نتائج اجتماع أستانا 5 لم تكن خطوة كبيرة إلى الأمام، لكنها كانت في الاتجاه الصحيح نحو استقرار الأوضاع ومحاولة إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا. وقال لافرنتيف في لقاء مع قناة روسيا اليوم: أقيم نتائج الجولة الجديدة بالإيجابية، أما بشأن كل الأهداف فربما لم نتمكن من تحقيقها كلها، حيث وضعنا مهاما كبيرة ويحدث أنه لا يمكن تحقيقها كلها على أقل تقدير في الفترة الحالية، ولكننا سنعول على أن ما لم نتمكن من حله في هذه الجولة سنسعى لحله في محادثاتنا القادمة. أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أن سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان الخاطئة والخطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي جعلته يفقد أصدقائه، بحيث لم يعد له صديق في العالم سوى أمير قطر، وجعلت تركيا والمنطقة في ساحة الخطر. وشدد كليتشدار أوغلو في حديث لقناة تيل إيه التركية على أن هذه السياسات باتت خطيرة على أمن تركيا والمنطقة برمتها، وخصوصا ما قام به ضد سوريا والعراق، معتبرا التورط في الأزمة القطرية سياسة خطيرة جدا تشكل خطرا على أمن ومستقبل تركيا عموما. أعلن رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في اسطنبول جمال جان بولات اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في نهاية مسيرته من العاصمة أنقرة إلى اسطنبول يوم الأحد القادم. وتوقع بولات أن يجتمع في اسطنبول حوالي 1.5 مليون من المواطنين الذين سيأتون من مختلف أنحاء البلاد، متهما رئيس النظام التركي رجب أردوغان باتخاذ مواقف استفزازية عدائية ضد المظاهرة من خلال التهديد بقوات الأمن. رأت واشنطن أن الخلاف بين ممالك ومشيخات الخليج يواجه طريقا مسدودا وقد يستمر لفترة طويلة أو يتصاعد. ونقل عن المتحدثة باسم الوزارة هيثر نورت قولها: أصبحنا قلقين أكثر من أن الخلاف بات في طريق مسدود في هذه المرحلة، ونعتقد أنه قد يستمر لأسابيع وقد يستمر لشهور، بل أنه قد يتصاعد. في خبرنا الأخير، قتل 28 سجينا في سجن لاس كروسس بمدينة أكابولكو المكسيكية، وأصيب 3 آخرون بجروح خلال أعمال شغب اندلعت داخل السجن بالأمس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم جهاز الأمن في ولاية جيريرو التي يتبع لها السجن تأكيده خلال مؤتمر صحفي وقوع شجار بين السجناء، ما أسفر عن 28 قتيلا و3 جرحى، مبينا أن الشجار سببه النزاع المستمر بين جماعات متناحرة داخل السجن. وصلنا إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.